مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في، فيلم مكتو داخل وخارج الوطن. مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة كراج علال أو كما كتسمى الشينوا ديال الدار البيضاء، بمعنى أنه هنا كاين الجملة كاين كلشي. فهاد هاد المنطقة هادي كانت معروفة بالفراشات، هاد الفراشات اللي كيعيشوا منهم العديد من الناس، هازين منهم عائلات، هازين منهم أسر، هازين منهم مرضى، هازين منهم كما كنقولوا كريديات، هازين منهم بزاف د الحوايج. فحاليا لاحظوا معايا راه كاين رجال ديال السلطة هنا. حاليا هاد المنطقة اللي كما قلت اللي كانت معيشة العديد من الناس، فحاليا تمت محاربة ديال هاد الفئة هادي بدعوى أنه مدينة الدار البيضاء خصها تنقى، مدينة الدار البيضاء خصها تنقى. شوفوا معايا حاليا الناس مساكن كيعيشوا ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية بشكل كبير. لاحظوا معايا هما السلطات، هما السيارات ديال السلطات كما كتلاحظوا. يعني الناس كانوا كيف ما كنقولوا كانوا هنا يعني كما لاحظوا معايا هذه المنطقه كما قلت اللي كانت. لاحظوا معايا الناس مساكن كيش ما رايحين، الناس كيفاش جالسين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لاحظوا معايا راه حنا دايرين معكم دابا جوله شي هذه المنطقه اللي كنتواجدوا فيها دابا حنا حاليا، راه كانت تعج بالفراشات. واكيد كاين اللي مع وكاين اللي ضد، كاين اللي مع وكاين اللي ضد، كاين اللي مع هذه الحمله وكاين اللي ضد هذه الحمله. حنا غادي نتكلموا مع الناس اللي مع والناس اللي مع ضد، غنسبقوا الناس اللي مع، الناس اللي مع هذه الحملات ومع ان مدينه الدار البيضاء تكون جميله، تكون بواحد الشكل منظم وهذه. ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، حنا مع هذا الشيء هذا، حنا مع هذا النظام وهذا. ولكن أرضية البديل، بديل بديل، شنو هو البديل؟ بديل، واش بغينا نرجعوا، واش بغينا نرجعوا نشوفوا الكريساج؟ واش بغينا نرجعوا نشوفوا داك الشيء ديال داك الشيء اللي كان بكري؟ لأنه هو مهما كان، مهما كان، مهما كان، هاد الفراشات، هاد الفراشات هادو كانوا عايشين فيهم الناس، أسر كبيرة كتعيش هنايا، أسر كبيرة. شتي هاد المنطقة دابا اللي كنتكلموا عليها دابا حاليا، كيف ما قلت راه كانت كلها فراشات. هذا اللي غادي يقول لك احنا مع هاد الحملة هادي، كيما يعني بغينا البديل، بغينا بديل لهاد الناس. البديل شنو هو البديل؟ شنو هو البديل؟ البديل اللي تسحب فراشات مساكن دابا اللي ما بقاش كيفرش، اشنو غادي يدير؟ اشنو غادي يدير؟ هذا هو السؤال، اشنو غادي يدير؟ هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا السلطات هي واقفه هنا، السلطات يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة اللي غنقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة. إذا كيف ما لاحظتوا معايا، كيف ما لاحظتوا معايا هذه المنطقة كلها اللي كانت فيها الفراشات راه كلها تم الإزالة ديالها. والله يدير شي تو ديال الخير لهاد الناس. واش عرفتوا شحال من واحد كان عايش بهاد الفراشات هادي؟ في انتظار، في انتظار، انتظار ان شاء الله انه السيد الوالي الجديد مع احترامنا ليه انه نفس هذه الحملات هذه تكون على دوك اصحاب الاموال الطائله ودوك اصحاب الناس اللي كيحسوا براسهم بانهم ما كاينش اللي يقدر يزعزعهم بهذا المعنى. يعني نتمنوا كما قلت انه هاد الحمله هذه تكون ضد اي واحد مخالف للقانون. نمشيو لدوك المناطق اللي كما كنقولوا في هذوك المشاريع
اللي بالملايير ديال ملايير ديال الدراهم، واللي شادين فيها كاين اللي مستوري على الاملاك العامه، يعني داك لاكورد داكشي ديال النواحي ديال سيدي رحال وديك المناطق. كنتمناو هذه الحمله هذه حتى هي حتى دوك الناس، باش حتى هذا المواطن البسيط يحس. لاحظوا معايا الفراشات، هذه المنطقه كلها كانت فراشات، راه كلها ما بقاتش حاليا. لاحظوا معايا ما بقاتش، صافي الناس تضررت بشكل كبير. احنا عطيناكم اديناكم جوله معانا في هذه المناطق كلها، في هذه المنطقه كلها ما كاينش، ما بقاوش فراشات. خليل امريكا قالك البديل هو سيتموت مع حكومة اخنوش، اكبر حكومة مرت على المغاربة. خويا خليل كلامك معقول، اخويا شوف كلامك معقول، انا ما غاديش نتكلم على هذا. مشكل كبير فهمتيني، مشكل كبير، وراء الحكومة كما قلت يا خويا هي اللي خصها تدير حل. شنو هي الحكومة؟ باش كتعرف حكومة، الحكومة هي اللي كتدبر الأزمات، هذيك هي الحكومة، هو تدبير الأزمة. ملي تستطع أنك تدبر الأزمة، هذيك اللحظة كنقول لك أنت راك مسير في المستوى، أو حكومة في المستوى. أما ملي تكون الأمور على أحسن ما يرام، وداك الشيء كما كنقولوا غادي يلعب وحده، راه ما نتسناكش أنت كاش تكون حكومة، فهمتي؟ يعني الناس بعد خطات كيقول لك خلونا غير مع الملك، حنا خلونا مع الملك، فهمتي اللي دار الملك حنا معاه، لانه كيشوفوا بحال هذا الشيء هذا، ما كتعرفش شنو واقع. يعني الناس كتنزل بشي برامج ما انزل الله بها من سلطان كما كنقولوا، مع العلم انه هذيك البرامج راه صعيب انك تطبقها على ارض الواقع لواحد الناس اللي القدره الشرائيه ديالهم اصلا متدهوره، هانتوما لاحظوا معنا السلطات الشوم، اصلا القدره الشرائيه ديال الناس هي اصلا متدهوره بشكل كبير. يعني انت ملي كتزيدوا هذه المساله انك مسكين حاط فراشه باغي يدخل 30 درهم ولا 40 درهم ولا 50 درهم باغي يدخلها، كتجي انت كتمنعو من هذاك اللقمه ديال العيش انه يدخلها لوليداتو. يعني شنو غيدير هذاك السيد؟ مثلا واحد الشاب مثلا في مقتبل العمر عنده واحد 26 27 سنه اكثر، دابا هنا الشباب كيديروا فراشات، كينوض مسكين الصباح كيفطر كيخرج ديك الفراشه. حنا كنعاودو نقولوا حنا ماشي ضد النظام، حنا مع تدبير الازمه، حنا مع البديل. اشنو هو البديل لهاد الناس؟ راه قطعوا الاعناق ولا قطع الارزاق. راه الانسان ملي كتحكم عليه انه رزقه ما يبقاش يدخل رزقه، راه كتحكم عليه بالموت، كتقولي سير موت، يعني سير موت، راه كيقدر أي حاجة يديرها. حنا راه ما كنأيدوش هادشي، ولكن كنتمناو أنه قبل ما يتم تطبيق بعض القوانين، يتم بعدا أصلا إيجاد حلول، لأنه التشخيص راه كلشي يشخص، كلشي كيشخص، ولكن اللي غيقلب على الحل فينا هو؟ الحل ديال الأزمة. شنو هو الحل ديال الأزمة؟ باش ما نلقيش واحد الشريحة واسعة، راني كنقولوا واسعة، راه كنعرفوا واش كنقولوا، راه واحد الشريحة كبيرة من المجتمع المغربي عايشة تحت عتبة الفقر. راه الطبقة الوسطى تسحقات ما بقاتش، ولا طبقة عليا وطبقة سفلى، وهاد الناس اللي كياكلوا بعصا دابا راه طبقة سفلى. إذا هنا ما صراحة ما كتعرفش، بعض الأحيان كتمنى أنك تبقى مركز باش تبقى تدوي في إطار اللي هو قانوني كما كنقولوا، لانه بعض الامور كتضر بزاف. دابا منطقه كراج علاه، لاحظوا معايا شوفوا الحياه فيها كي دايره، لاحظوا معايا ما اني الناس تساكن، لاحظ كي اللي هاز مسكين هاز باكتاج ديالو وكيتسنى الانفراجه، كيتسنى واش غادي تكون واحد الانفراجه وغادي يقول لهم حطوا. يعني كي اللي مسكين هاز السلعه ديالو وشادت حداه ومسكين واقف كيتسنى انهم يقولوا لهم حطوا، كيتسنى يقول لهم حطوا. لا حول ولا قوة الا بالله، هذه الهضرة اللي غادي نقولوا. الله يدير الشتاوة ديال الخير لهذا الشعب هذا، امين. عليكم السلام اسين بنوار. طارق خويا، طارق اشباكو قال لك تكون موجة كبيرة من البطالة، الله يدير الشتاوة. امين خويا العزيز، امين.
امين امين. خويا خليل شوف، ثق بيا لك واحد القضيه، راه ربما انت غتكون كتعرف هذه القضيه. شتي هنا خويا العزيز، هنا 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 هذه المنطقه اللي كنهضروا فيها، راه كاينه اغلبيه مساكن، اغلبيه اللي كيحطوا فراشات، اغلبيه مساكن فيهم كما قلتي شلوح. تحيه لخوتنا شلوح، تحيه. حنا دابا حاليا كنتكلموا خويا العزيز، حاليا كنتكلموا بانه كلشي متضرر، راه مسكين هذوك، راه كاينين شلوح مساكن عايشين تحت عتبه الفقر خويا العزيز. لهذا فما نحاولوش اننا نخرجوا على الاطار. ها انتم لاحظوا معايا، هذا راه قيدوا الماتش باشا، ولا ها انتم غتشوفوا. يعني راه كاينه امور اللي ما مفهوماش. قلت بانه حنا حاليا كلشي 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 كيعيش هذه المساله هذه، كلشي بدون استثناء بدون استثناء. لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي غادي نقولو، الله يدير شي تو ديال الخير، الله يدير شي تو ديال الخير. هادشي اللي غنقول، الله يدير شي تو ديال الخير، الله يدير شي تو ديال الخير. اذا حتى هنا غادي ننهي البث المباشر، على امل لقائكم بث مباشر اخر، على امل دار تكون شي فرحه لهاد الناس هادو. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذا كما نقول، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى هنا غادي ننهي البث المباشر، على امل لقائكم بث مباشر اخر. الى اللقاء.